هسه راح اجي اذا الليكويد خارج كيوبا انت اشتغل هي ترانسفير العفو هي اكسشينجر وانهى الموضوع هم ارجع لي على التيبل واحد يعني كلش مهم حتى اعرف ايش يقول يعني هسه الواتر اوتسايد انشيل يعني انشيل ان تيوب اوتسايد نشوف وين تصير نرجع تيبل واحد وامسح وين صارت وش صار زين ونجي نشوف اوتسايد مو شيء هذا ما تصير لانه بيها صليب اذا هذا ما تصير مو هذا الحاله اوتسايد ماكو هنا ماكو اوتسايد هنا عندك الاوتسايد مالت الكوندنسر زين نجي للفابوريتر اوتسايد وين صاير هذا تمام يعني دي يقصد هذا الموضوع وهنا ما اذا عندي انا دا احكي بس على هذا الجزء من او هذا النوع من الهيت اكسشينجر واللي اللي هي 100% راح اطبق بالافابوريتر تمام بعد اخاف عندنا فد في ما كل هذا اللي يقول لك ما يصير اوتسايد يعني اذا عندي كوندنسر الاوتسايد ما اخليه مي اخليه شنو عندي هواء مثل هذا الحاله بس هو ده يحكي كانه على ايفابوريتر هنا شنو عندي القانون قانون مارتل ايفابوريتر تمام تنسى باله شو يقول لك رينولد هلقه مضروبه في او بوينت برانتل او بوينت 3 مضروبه بالميو واضح على الميو مارتل خلينا نشوف هذا شنو الميو يقول لك هذا بستاندر معين الميو زين بينما الميو دبليو ايش يقول لك هي عند درجه حراره اللي خلينا نقول الغلاف الخارجي هذا عند هذا الميو عند الوول وعندك هذا الميو الخاص به وعندك الاتش شو راح نطبقها؟ لانه يعني صعبه هذه القوانين يقول لك الاتش ووتر سايد هيت ترانسفير يعني هنا الخارجي هنا الاتش في يساوي لك يا كونستانت مضروبه يعني جايبين معادله عمليه او من المختبر يقول لك كونستانت في الثابت مضروبه في السرعه الجريان اللي تصير بالخارج شوف ماخذ هذا الشيل فلو او يعني عندك هاشيل انتيوب عندك هذا الوتر الوتر حتى ما يروح مباشره هنا شورت باث خلينا نقول شو يسويها يخلي بافلز هذا البافلز حتى يجبر عندك عواق يحط هنا حتى يجبر شنو عندك الليكويد روح يجي اتجاه اكثر او ايش قد يكبر مقدار هي ترانسفير وريفرجرنت طب منه بيطلع من هالصفحه واللي تصير داخل الكيوبا للبريشر دروب ليجي شيل ار تيوب عندنا فد خلينا نقول تشارت هذا تشارت عمليا يجو ايش قد عندك الواتر فلو مثلا عندي 10 لتر طبعا فلورايت ها مو سرعه يعني عندي الفي دوت اللي هي فوليومتريك فلورايت اللي هي وحدات متر تكعيب على سكن او وحدات المشتقه مالته اللي هي لتر على سكن فهنا هذا وحدات مال هذا الفلورايت زين 10 فرض راح تجي تسقط على هذا الكيس لقيناها ومنها تسقط على هذا
راح يطلع عندي البريشر دروب اللي يصير برا خارج التيوبر. هسه حتى ازيد انتقال حرارة، ازيد انتقال الحرارة اللي يصير برا، راح اضيف اكستندر اللي راح ادخل على الفنات على الزعر حتى يزداد انتقال الحرارة اللي من شوف منا فخلي شنو عندي زعر اكيد ما تخليها جوا، راح تخليها برا ومنطيك هذا الشكل مال الفنات. شوف السمك مال الفن، سمك مال الفن هنا منطيك اياه 2 واي، والارتفاع مال الفن منطيك اياه ال، والبرا يعتبره اير زين في النات اللي هي مو ليكود. خلينا نقول عندك طبعا الفن على الاغلب تصير اذا عندك ماع تبريد او الماع اللي على طرف الفن هي هواء غاز. ليش؟ لانه انتقال الحرارة بالهواء كلش قليل، فحتى يزيد الانتقال راح يزيد مساحة التلامس ويا الهواء، بالتالي يضيف مساحات إضافية اللي هي موجودة بالفنات. هذا درجة البيس اللي هي منطينية تي بيس، وعندي درجة حرارة الهواء اللي هي بالخارج. طبعا هذا الاشتقاق ما مطلوب من عندك، بس انت بالثالث ما اخذه لازم اخذه، ما عندك اشكال بي. راح نوصل هذا التي عند اي سطح هنا فرضا تي عند اي مسافة على الفن يساوي ناقص تي مات البيس تي مات الاير اللي برا على ناقصا تي مات البيس. هاي بربليك كوساين الام، هسه راح ام كثر راح نجي قانون مالته. الال، الال هي طول، هذا الال ما قلنا الطول مات الفن مضروبه بالاكس، الاكس اللي هي المسافه اللي هنا هاي المسافه او منا اللي هنا هي المسافه اكس ثم على هايبربوليك كوساين مضروبة بالام. زين الام شنو هي قانونه؟ الاتش اف الاتش مات المي العفو مات الهواء بالخارج مضروبة او مقسومة على الكي مات الميتل اللي هي مات الفن، وهنا الواي اللي هي شوف السمك، شوف السمك اللي سويته بالبداية السمك اعتبره 2y. اذا الواي هي شنو عنده؟ نصف السمك مات الزعنفة. اذا عندك الفن مالتك سكوير هيجي شكل، احنا القوانين او التجارب العملية لاقيها لي شنو عندك؟ اذا عندك سيركلر او عندك هذا الحلقي مالتل الفنات، فشي يسوون هذا السكوير يحولوه الى كأنه حلقي، لازم المساحة خلينا نقول السطحية مالتل سكوير تساوي المساحة السطحية مالتل الإكويفلنت الدائرية، إكويفلنت هذا المكافأ، المكافأ واضح؟ يعني عندي إذا مستطيل يعني طول في العرض شو تساوي لي؟ إذا دائرية راح تصير نقول
باي ار سكوير خلينا نقول زين، بس السمك يبقى يعني عندك هذا 2y، اذا هذا هم عندك شنو عندي 2y. هنيجي ها هسه الافكتفنس وين نستخدمه؟ نستخدمه طبعا بالمساحات، يعني الافكتفنس مالت الفن مو 100%. ف يقول لك يا يقول لك الاكشوال كيو اللي تطلع بالفنات على الكيو، ليش؟ لانه درجات الحراره من الفن، هذا التي يختلف عن هذا التي، يختلف عن هذا التي، انا بينما ماكسيمم درجه حراره هي انها موجوده بالبيس، هذا الكيو بيس. فشي يساوي لك يا يقول لك اكشوال على كيو اف ذا فن درجه حرارته كلها بيس، على درجه حراره البيت. فايش راح يطلع الافكتفنس مالت الفن اللي هي الايتا؟ ايتا عندي القانون شو يساوي لك يا اذا عندي انا الام معلومه، الام هنا عندي القانون مالته اتش اف على الكي واي تحت الجذر، فتان هايبربوليك ام ال على الام ال. نجي اكزامبل ونشوف شلون نستخدم هاي المعلومات اللي كما اخذها بالثالث مال هي ترانسفير. اكزامبل وات از ذا افكتفنس ديريت الايتا مالت الفيلم اوف ريكتانجلر. شوف طبعا اذا عرفنا انه الشكل هيجي هذا ريكتانجل، لازم نحوله الى سيركولر او حلقي انيمال بليت ميد اوف الومنيوم. قايل لك الومنيوم النوع مالته او بوينت او ثيكنس، انطاك هذا السمك او بوينت 3 اعتقد لفظت غلط بوينت 3. شوف انت بالوحدات ملمتر، يعني على الف الـ2y، اذا اريد الواي اذا راح تصير 0.3 او 0.15 خلينا نقول، يعني 0.3 على 2 0.15 هذا اعتبره 30 كانه على الف زين متر. كان نسوي هيك يعني 0.01 نشوف mounted on a tube outside، يعني هذا منطيك السمك او العفو القطر الخارجي مال هذا التيوب outside. شوف قد كان زين 16 ملم 16 على اذا اريد القطر العفو نصف القطر اقسمه على اثنين وراح يطلع عندي يعني outside radius تساوي لي 16 على 2 راح يصير 8 على 1000 متر، يعني يصير 0.38 متر القطر او النصف القطر منه او منه. هذا بعدني اني مطاب على خلينا نقول العفو اسمح لي عندنا واحدة من الطالبات تقول الصورة ما واضحة، اكو صورة اكو يمكم الصورة لو لا دكتور واضح الشاشة يعني يجوز الانترنت مالتها. نرجع ايش يقول القطر الخارجي هلقيت if the vertical tube spacing هلقيت and the horizontal spacing هلقيت، يعني ينطيك الفن ماته هلقيت الارتفاع نقول هذا الارض كأنه دي ينطيك المساحة مات الفن 50 تعقل شوف ياهو الفيرتيكال
الخمسين والهون أجزاء الثلجية 40، يعني ده ينطيك هذا المسافات. خمسين إلى شنو عندي؟ 40. زين، احنا علينا لازم نحول الاريا، لانه الاريا مالتنا او خلينا نقول الصورات هذا انت ماخذه بالثالث اللي هي مالت الفن افكتفنس. هذا القوانين مالته لازم شو تساوي لك اياه؟ هذا اللي هي ار على طن ار الافكتفنس اللي هي مالت الدائره اللي تحولها، هذا الار مالته على الار الانسايت اللي هي مالت خلينا نقول التيوب اللي تصير بالنص مالت، او نكبرها شوي. هذا المات الفن، وعندي هذا مات التيوب، هذا عندي الار انسايد، وعندي هذا المكافئ اللي هنا الار الكوفلنت او المكافئ اللي حولتها او حصلتها من تحويلها الفن المستطيل الى هذا. خلي احول، انا راح احول ال 40 بال 50 احولها الى دائره. الدائره مساحتها اذا نعتبره انه هذا ال ار اكوفلنت، هذا صارت اريا اكوفلنت، هذا الاريا الاصليه الاوريجينال الاوريجينال وهذا الايكوفلنت، والار رمزتها ار اي. فايش راح تصير؟ اكيد القانون مال التحويل هذا الاوريجينال الاريا مالت ايكوفلنت 50 على الف، شوف وحداتها كل مليمتر مضروب في الأربعين على ألف، إنه حولت على متر، تساوي لي باي مساحة دائرة عادية، شو يساوي لك؟ باي آر إيكوفلنت تربيع. زين، من هذا أقدر أطلع الآر إيكوفلنت شكيت يساوي، شوف هو منطق إياه. أنا طالع هي النقطة 25.2، خلينا نسويها بالحاسبة. 40 تقسيم ألف، أو 40 قبل مباشرة أسويها، يعني 40 على ألف بوينت أو 4، أو هو سواها بالمليمتر، خلينا نطلعها بالمليمتر، يعني شوف حتى لا نغلط. إذا هذا خليته بدون هذا الالف وهذا الالف، اذا هنا الار ايش راح يطلع؟ بالمليمتر. خليها ابسط بعدين نحول النتيجه. ال 40 ضربه في ال 50، كيف 50 في ال 40 نفس الشيء، هذا مساحه المستطيل، هذا لازم يساوي لنا باي ار سكوير، اقسمه على الباي اللي هي 3.14، انقط طلع لي هذا تساوي لي ار سكوير، اخذ الجذر مالته، يعني اقول اس نصف، طبعا الحاسبه مالتي شويه ساينتفك، يعني يجوز يمك الحاسبه يختلف، يعني كانه ال 636 الجذر مالته، شوف شو طلع، ايش طلع؟ 25.23، وهذا يختلف عن النتيجه، لا ما يب نفس النتيجه، شوف نفس النتيجه، واضح؟ هذا هي الـ R equivalent مال هذا الحلقة اللي هي صارت بدل هذا المستطيل. عندي هذا الشارت، شارت أنا جهزه لك، زين؟ نشوف شو أحتاج؟ الـ R equivalent عرفته، الـ inside خلينا نشوف الـ inside وينها؟ ومنطينا الاوتسايد هذا اللي ايش قد عندي 16، وصلنا هنا اعتقد النص مالته ايش قد هي 8، او اذا
متر قسمه على الف. يعني الان هسه وين تشوف عندي هذا 25 او كلها بالمتر 25، يعني احنا 0.2 احنا بس ميزان الار اللي تسوي لها مليمتر، وهذا الار انسايد اللي هي 8 على 1000. بقالي اطلع الاتش الكيات، الكي لازم مالت المعدن، اعطيك اياه والاكتيفيتي مالت الالمنيوم اعطيك اياه، بعدين واحنا نحتاج الاتش هم جيت ايش يقول لك اياه هم اللي خلي يصير بالاصفار الاير سايد هي ترانسفير، وهم اعطيك الاتش اف. واضح؟ هذا عندي اذا ايش قلت؟ خلينا نشوفه، خلينا نسوي هالمعادله 65 وذاك 200، هذا 65 والكي مالت الالمنيوم 200، 200 او 202، 202 بقالي الواي، الواي قلناها هو قال لك السمك مالت ايش قد؟ 0.3 هذا 2y. وين رسمنا مكان؟ شوف ال 2y بينما بالواي ايش راح تصير؟ عندي ال 0.15 على 1000 15.9 هنا عندي على 1000. تمام؟ هذا اذا اعرفها اسقط على عندي ال R equivalent على ال R internal، ال R equivalent اللي لقيناها نسبة هي خلية تطير مليمتر على مليمتر، وذاك الله ايش كانت؟ 8. شوف ايش قد يطلع 25.2 قد يطلع النسبة، ونجي يعني على هذا النسبة نختار الكيرف هذا هذا او هذا، ونجي نطلع هذا نسقط على الكير ومن هالصفحة نقدر نطلع الافكتفنس مالت ال الفيد. شوفوا وش مسوي، طبعا الام هنا وين هالام؟ القانون مالت الام هي هاي تحت الجذر، يعني احنا هذا اللي تحت الجذر خلي يصير بالهون هي نفس الـ M، يعني طلع بالوحدات أو بالأرقام أو يعني بالتفصيل، أو طلع الـ M على صفحة وبعدين نعوض 100 عندي. إيش مسوي؟ طلع الـ M حطينا هناك خلينا نقول المعلومات، هذا هي الـ HF، هذا عندي الـ K، وهذا عندي اللي هي كانت الـ Y. تمام؟ بعدين جاء عوضها للار كوفلان، مو قلنا 25 قسم على الف، وهنا 8 قسم على الف، انا اسف دا قسم يمكن زايد دا احط نقطه، اسف دا احط نقطه زايده، ونعم عندي وين كانت هم نقط زايده، مهم بس هنا كانت النقطة زايدة، طلع لنا هذا اللي بالاكس محور اكس 0.8. وين 0.8؟ صغير تقريبا، انت تجيب مصدر بس يعني يكون هنا 0.8. هسه لازم شو اطلع؟ اطلع الار ايكوفلنت على الار ان، ار ايكوفلنت اللي قلنا خلي يصير نسبة 25.2 على 8 يطلع 3.15. يجي كبر تشارج شوي، شوف الثلاثة وين صاير، وهذا أربعة، يعني عندي الخط راح تصير قريبة على الثلاثة، كلش قريب. تمام؟ الـ 0.8 راح اجي اسقط مصدره، طبعا يبين منه اعوج، اسف هذا لزمه
لازم بيدي تار، بيدي قلم لنا. خلي نصيد هذا شوية شكله عادي. طبعا هذا النقطة، النقطة طلعنا الميتر هي الافكتفنس. نشوف زين طالع وين بوينت هنا بوينت، يعني يعني انا ايش اشوف كده طلعه بين بوينت 73 بوينت 74 او بوينت 735، بس هو لقيت الشارت هو اللي حكمني ومسويته مصدر، يعني مو مصدر بيدي سويت المعلومه. هسه دخلت بالقوانين مالت بالمساحات، نرجع القانون مالت الثمانية وين اللي اخذناها بالبداية، وين البداية اللي هي واحد على اوفر اول هيت ترانسفير. هذا القانون، القانون ثمانية. هسه الاوتسايد اريا هذه النقطة اللي مات التيوب، مو بس التيوب هسه طلعت عندي هم فن، فن الله مو فن واحد اثنين ثلاثة. ايش راح تقول بالمعادلات؟ طبعا هذا بالمعادلات مات الاوتسايد راح يدخل مساحة الفن، يعني ايش راح تقول؟ يقول يعني اقول الاوتسايد ناقصا العفو زائدا مات الفن، لا شيء. وطبعا الاوتسايد قل، هسه يا مساحه مالت الاوتسايد، شوف الفن الى سمك، هذا السمك مالته، يعني هذا المساحه البقيه هذا هي الاوتسايد ماخوذه من عند هذا مساحه الحلقه اللي الداخليه مالت الفن. الاوتسايد هذا اللي هي مالت البليت، هذا البليت بس مأخوذة من عند المساحة مالت الحلقة، يعني حلقة هنا صاير تجينا هم بعد يجوز هذا هم فين هذا، يعني عندها بابا على منه المساحة مال اريا بي. خلينا نشوف اللي يقول لك يا اريا بي برايم اريا، هذا اللي هي هذا البرايم اريا، هاي المساحة هاي داير هاي هنا، هذا الجزء شوف بدأ اخذ الجزء مالت الفن. فمساحة خلينا نقول التيوب المتبقي بعد ما ياخذ من عنده الفن، الفن اذا مستطيل تسويها ايكوفلنت اللي هنا مسوي لك يا اي، واذا دائريه بقيها قبل تصير اريا فين خلصت مضروبه في الافكتفنس مالته. شوف هنا الاوتسايد اوتسايد انسايد انسايد، واضح الفن تصير ولو انت شايف فن داخلي، بس على الاغلب نشتغل على الفنات الخارجيه. شوف هنا مات الاكزامبل كانت ال 50 و 40 اللي هي المستطيل الفن، حولها الى دائريه اللي هي القطر ما ترقد، واضح؟ يعني بدل ما سوينا احنا سوينا الار ايكوبلان سكوير سواها باي على 4 دي ايكوبلان سكوير، هذا تساوي 40 في 50، نعم نفس الشيء 40 في 50. انت لو تطلع هذا ل 25 او تطلع هذا 50.4 ملم.